الماسورة 19 درجة بنوصل على تربو 18 وبنختم ببريتيل وبالقاع مع 19 درجة. كمان نهار الثلاثة ل 23 وبتابع الجو صافي، أما 4 وخميس فالجو غائم جزئيا وبنشوف إنه الحرارة عم تنخفض وبتسجل أقصى الخميس 19 درجة. بتمنى لكم سهرة حلوة مع برامج الـ MTV لليلة، وتابعوا نشاطنا الجاي لتفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع الجاي. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، يعني ما زلنا مع الأخبار. رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل بتسجل أقصاها 23 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 9 درجات و 18، أما بالداخل فبتتراوح درجة الحرارة بين 18 و 19 درجة.